الحاجة، أنا ديك مرات بابا واحد شيطانة منها ما كان، ما أنا ما فهمتش والله، واحد الشيطانة، واحد بنت الحرام مقطرة. أي انا بناتي دابا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير بالخبره ديالهم، نشوفهم كيفاش دايرين، كيفاش دايرين، واش كيولدتهم ولا لا. انت كتعرفي، انت عارفاهم. لا اختي، لا ما عارفاش، لا ما عارفاش. قالت لك يسرى راه حكت. لا 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 لا، الكلام لا ينفع، خاصنا الوثيقه، خاصنا الدلائل. علاش علاش انا كنفكر ونفس السؤال اللي طرحته على يسرى، علاش ما هزاتكش امك في البلاص؟ شوفي اختي، شوفي فيا، علاش ما هزاتكش امك في البلاط؟ هو مشى كرا بيها ودا البنت وخلاني، راكي عارفه، ورات عام هو ساكن غير هو وياها، هو والبنت والبنت الاخرى. لا لا لا، شوفي هادشي كاين وموثوق، موثوق في اليوتيوب، عام وما كارين، عاد جيتي انت بنات وعاديات. شوفي انا ما قلتلكش هو، دابا انا اتهمته هو؟ ما اتهمتوش، انا ما كنقولش هو، انا كنقول كنطلب بالخبره، كان طالب بالخبره. بالخبرة. وعلاش خفتوا من هاد الخبره دابا بينو؟ علاش خفتوا من هاد الخبره؟ علاش؟ شوفي يا سعاد، شوفي الخبره، عرفتي الخبره كي دايره هي؟ يا انا نهز بناتي بجوج بيني وبينهم ونديهم عند طبيب ما يسوق حتى واحد الخبر، هذه هي كنسميها خبره، وباغيه نستر بناتي كيف ما كان الحال، وباغيه مصلحه بناتي، وباغيه انا نطمئن. انا علاش غيدخل واحد اخر ويقول كاينه قنبله وغادي نديروا الخبره؟ شوف اختي، حيت انا مسالتي مساله راي عام، انا مسالتي، شوف اختي، انا مسالتي مساله راي عام، كتعرفي شنو هي راي عام؟ حيت انا نهار اللي خرجوا كيهضروا فيا انا حمقه وهبيله وانا ما صلحش ربي ولادي، راه هما اللي قالوها في اليوتيوب، اول فيديو حطوا عليا هما، حطوا عليا بالاساءه في اليوتيوب. انا عمرني ما خوش للراي العام وفضحت سرايري، تفضحوني هما. شنو ذنب بناتك دابا؟ دابا انا ماشي، انا ما نشوهش بناتي، الله يستر باش نشوههم. انا الله انا مساله راي عام عند المخزن، انا ما انا شتيني في قناتي كنحط فيديوهات على بناتي؟ شتيني كندير شي حاجه؟ قناة واحدة اخرى سعاد. واختي لا، شوفي انا عندي ارحم، عندي ارحم ان موضوع ديالك تناقشي في قناتك، ارحم. شوف اختي، شوفي فيا، الا شوفي هادشي يكون ما ضر، شوفي هادشي يكون ما يضركمش ما تهضروش عليه، علاش نتوما ما تخافوش؟ الا كان شي حاجه ما كاينه، شي حاجه هي هذيك، علاش تخافوا؟ اش وهي سمعيني، انا اللي ضرني هي النفسيه ديال البنات، فهمتي؟ اما لو كي يكون هو دار شي حاجه ولا غيره يستاهل العقوبه، انا كنقولها لك ونقص ونخرج فيديو ونقولها، الا تبتت بانه فعلا هو ولا غير ولا، انا راني معاكم مع الحق كيف ما كان، واخا نشهدوه في راسي، ولكن باش ندير انا خبره علنيه ونشوه بناتي وكلشي غيشكو؟ دابا يسرى راه كيدخلوا عندها البنات الانستغرام كيقولوا لها شنو كاين، شنو كاين، شوفي عرفتي شنو ديري؟ عرفتي شنو ديري؟ اصبري اطون كما كيقولوا، اصبر اصبر، خلينا نديرو غير الخبره، ياك دابا غير المخزن عيديرها، ياك انا ما كندير لا فيديو في اليوتيوب لا والو. لا لا ما شو، لا لا ما ديري لا لا، انا ما كنديرش، ماشي خايفه منك انت، انا ما باغاش ندير هاد الشوهه في اليوتيوب، انا ما باغاش ندير هاد الشوهه حيت هاد الشيء ما فيه ما يتقال. ما بغيتيش هاد الشوهه، انا فاهماك، واي ام ما تبغيهاش، بغيتي داكشي مستور ما يدخل لا مخزن لا والو، غتهزي بناتك. لا حبيبه انا يدخل المخزن، ما كذبش عليك، شكون الا كانت شي حاجه شكون مول هاد الفعله؟ ضروري كيبان. شوفي ديك الساعه ملي تلقاي شي حاجه ديك الساعه عاد دخليها المخزن، سمعتيني؟ هكاك تخدم الامور اللي بالعقل، ماشي نمشي ديريكت للمخزن ونشوه بناتي. لا ماشي، علاش اعلى من بنيت انا داك الشك ديالي؟ ما يمكنش انا ندير شكايه مبنيه على شك وصافي، انا شكيت، راه ماشي منطقيه. ودابا بيني وبينك انت اصبري، انت عارفه شنو كاين ولا ما عارفاش؟ عارفه، وانت عارفه وانا عارفه، انت عارفه وانا عارفه، قلت لك نهضروا، باش قلت لك نهضروا. ودابا علاش انت، علاش انت دايره، علاش دايره هذا الشيء؟ اذا اصبري، كون كان يعني يكون حد واحد اخر، شي حد واحد اخر زعما هو مول هذا الشيء هذا، علاش غتخافي هذا الشيء كامل؟ عادي، علاش غادي نديروا؟ شوفي سمعيني، انا عادي نمشيو نطالبوا بحقنا.
بحقنا عندك الناس الا كانوا ناس اخرين بان باقا ما عندو علاقه حتى بحاجه. هادي متاكده فيها مليون في المية. ايوا صافي انت متاكده. سمعيني شنو باغيه؟ ما بغيتش البنت تشوه. لا اختي حنا ما نشوهوش بنتنا. اما باش ديري شوفي اما باش بينك وبينها وتديها الطبيب وفي سيريتها ما فهمتي وتخرج. شوفي فيا انت شوفي مادام كتدافعي الا الا برافو لبنى هكا نبغيوك هكا نبغيوك. خليتي ليهم التاريخ متورخ، خليتي ليهم التاريخ تيبين شكون اللي ولاد الحرام اللي ما كيقروش بالخير، شكون اللي ناكرين الجميل اللي باغي اللي يخدم عليهم ويترس عليهم وما يجمعوا الفلوس كيف ما كانوا دايرين لامهم، حيت هي اللي عرفات ليهم، هي اللي عرفات ليهم. برافو لبنى هكا نبغيوك. عطيهم العصير. شوفي اختي طلعي بجد باباهم الادسنس، قال لك اللي ما جا بمحبه ما يجيب حزاره، اللي ما جا بمحبه ما يجيب حزاره. وتانتي يا اختي كيف ما مطلعين عليك الادسنس اعطي اي كتبي يا اختي في الصباح القنابل وفي العشيه الصواريخ. هكا طلعي اختي عليهم الادسنس، طلعي اختي عليهم الادسنس. انتي كيف ما هما خدامين بيك ما راعاتش لك اختي، ما راعاتش لختها اللي مشاركين، ما راعاتش لبوها اللي مشاركين اللي فهموها هما بالغلط، ما راعاتش. كيف ما قلتي اختي شي بوكريشه انا نبصم لك عليها بالعشره، الا غيهمو في الاخر مني غيخرج غيهموها شحال ديال الفلوس جمعتي، اشنو درتي انتي وبناتو تعايرتو تنتفتو تخاصمتو، غيخسر عليكم الله يسامحو المسامحه الله يسامحو المسامحه وانتوما هادي وانتوما حباب وانتوما صحاب، وغيجمع الشمل ومريضنا ما عنده باس، ولكن لقى الكونتخاوي اللي غيتعقد انا نقول لك لبنى اعطي المنفوخة اعطيها اعطيها، راه ما كتحشمش وما كتسواش ولسانها ماضي ودراعها قاضي، لسانها ماضي ودراعها قاضي، كتسحب في اليوتيوب والفلوس ديال اليوتيوب راه غيدومو، راه دوام الحال من المحال، راه دوام الحال من المحال. وزهير اللي هزك واحد شويه راه لقى الخنز والعفن والطوط راه غادي يلوحك، راه غادي يلوحك. هذا هو المشكل دابا اللي كان عند امك، وهو دابا اللي كنتو كتعودوا عليه، واللي كنتو الحوايج اللي كانوا فوق الناموسيه مكركرين، اللي بغى يجبد شي حاجه كيصيدها بحال اللي كيصيد الحوته من البحر كيرمي القصبه واللي تهزت لي هي هذيك بكريجه مسكين قال لك الطاقيه كيف ما بغى يمشي الحمام خصو يشري طاقيه خلاه الله طول لي ربي في العمر، تولى حوايج حوايج روايح روايح وماريو ماريو وحوايج مستفين والنظام وداكشي كيفاش على حقه وطريقه. سبحان اخوتي سبحان الله سبحان الله والله العظيم. دابا المشكل اخوتي هنا هاد المنفوخه اللي ما كتقرش بالخير شوفوا اخوتي دابا والله دابا انا لبنى كنطيقها إيه والله الا لبنى كنطيقها ما كتكذبش، حيت كون كانت كتكذب وبغات تكذب راه جيبه فم وقول، جيبه فم وقول، وغتحط اللي كاين واللي ما كاينش وغتحط الباطل. واش فهمتوا؟ ما غتهضرش على غسيل اليدين ولا على العفن ولا على الحكان ولا على، ما غتهضرش على هاد المواضيع، غتبقى جيبه فم وقول تقول اللي كاين واللي ما كاينش. واش فهمتوا؟ وتجيب شي حوايج مغرقين. ولكن هذا غير العصير، هذا غير الديسير شوفي بقيره هذا غير عطاتك غير الديسير الفروي. دابا حمدتي الله وتكمشتي ومشيتي في روتيناتك اليوميه انا وزوجي حرات عيني، هو هذاك ما حشمتيش اخويتي ومشيتي في صيفي انا وتريكاتي وزوجي الذي سمح فيا ولم يرضى ان يذهب معي امام الناس، راكي غت قلبي على جوا منجل، راكي غتقلبي على جوا منجل. وانا كنقول لك اتقي شر الحليم اذا غضب، اذا غضب راهي الا مشات وطلعتي لها القنديشه راه والله ما تعقل عليك لا انت ولا بوك، تحطو لك في السطر ولا يجي يطل. وبنادم راه تيتسنى وتيتمنى وباغي يتفرج والفراجه غتزها الا ما حشمتيش والا ما رمشتيش الا ما بعدتي من مرت بوك، راه والله الا تحطو لك في السطر ولا يجي يطل. نصيحه لوجه الله، حيت مني كانت كدافع عليك ما قريتيش بيه، قلتي انت هذا الشيء غير اليوتيوب، رغم ان هذه المكالمه كانت بينها وبين امك،
كانت بينها وبين امك، يعني امك اللي سجلات المكالمه وحطاتها لبنى هنا كان شي يوتيوب، امك اللي حطات ليها وخلات ليها ارشيف ترفع به راسها امام الملأ، خلات ليها ارشيف اللي كتحاول هي خايفه لكم على المشاعر ديالكم وباغا تستركم وما باغاش لكم الفضيحه، وامك باغا انا قضيتي قضيه راي عام، انا قضيتي قضيه راي عام. ويلي 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 علاش هو كدلي بزازله قدام بك، حنا عارفين اختي راه والله الا ديري اختي راه كديرها، شوف الفيديوهات فيديوهاتكم وفضيحتكم راه فخادك عريان ملويه عليك هذيك ديال الشمال نص حالتك هكاك عريان، لا احترام لا اداب لا زعما با، وراح قول سعاد الصراحه يدخلها الوسواس الخناس، راه والله الا خوتي حقول بوك راه قد هكاك وتشتت وتشبح. هي قالت لك دابا با هاك يقول ليها جمعي وجمعي جمعي اختي الا لقيتي ما تجمعي جمعي عباد الله جمعي، دخلنا عليكم بالله قولوا لي دابا فين الحياه وفين الاداب وفين الاحترام وفين الحشمه وفين والو، وتقول راه بالسيف اخوتي لبنى مني جات عندهم كانت شويه كانت الحياه وكانت شويه كتحشم شويه عادي كتعامل عادي، ولكن اخوتي راه من عشره قوم صار منهم راه تقدر دابا داكشي كتشوف عادي عندهم راه تقدر تبدا تزبالي في شي حوايج تقدر تبدا تزبالي في شي حوايج عادي، هذه الامر من عشره قوم هادشي اللي عطى الله، والراجل ما كاينش زي اللي ما يخليش مرته توصل لذاك النيفو اللي ما يخليش مرته تخرج التعاير اللي هو جابه باش يدير بها المحتوى يدير بها المعاطيه الزوجه الاولى والزوجه الثانيه، ولكن شنو نقول لكم اخوتي ربي كبير والله الا كل واحد كيخلصوا، والكارثه العظمى هي من تيقول لك بنادم منحوس باكي مشى عمرو ما مشى للحبس 18 عام هادي باش مزوج زعما بامها، عمرو ما مشى قال لك تيمشي للكوميساريه على قبل لاكارت، دابا لبنى اللي دات لبنى اللي مشات خلصت عليه التفريغات وخلصت عليه خلصت عليه داكشي وحطاته ليه، علاش هي امك مني خرجت كتضرب في القضاء مني تحكم باك بالبراءه، علاش ديك الساعه ما امك ما مشاتش للحبس علاش امك ما مشاتش للحبس، حيت ما كاينش اللي غيحط بيها ولا غيصيفطها، لا ما كاينش اللي يخلص عليها ويصيفطها نهائيا، ولكن باك حيت هي اللي باغا فيه الخدمه ودابا هي اللي كانت كتمشي دير المحاميه ديالها وتمشي تدخل طرف مدني وتبغي تغرقه، والله الا اخوتي الا بنادم ما كيحشمش والله الا اخوتي ما عرفتش، وجدها هي اللي قتلاتو عمها هي اللي صيفطاتو للحبس هي جابت ليه ايه، ايه واش غنقول لكم اخوتي راه اللي قليل الاصل قليل الاصل، هذه ديما كنقولها لكم اللي قليل الاصل قليل الاصل قليل الاصل، لبنى حيت والديها الناس وعائلتها الناس ديال الاصل ما راضيينش بهذا الشيء وما باغينوش، وداكشي علاش ما كيبانوش وما كيقربوش للريحه ريحه اليوتيوب ما كيقربوش ليها، هذا هو المشكل حيت الناس ديال الاصل ما راضيينش بهذا الشيء اللي وصلت ليه بنتهم، ولكن نتوما راه كارثه عظمى وانتوما الاصل ديالكم راه متورخ في اليوتيوب متورخ اخوتي في اليوتيوب، وانا جبت لكم غير هذا المقطع هذا باش نفكر بقرع الليل في نيه السيده هذه اللي بنت الحرام وحماره وفاعله وتاركه حقا، نسيت رجعي السيده الشنطه ديالها والبوركيني والربعين الف شحال ربعين ولا خمسين خمسين الف ياك ربعين الف وخيل رجعي لها فلوس راه فلوس باك حطتهم ليه هي اللي عاطي قالت لك 10 الاف ديال التلفازه، تا انا كنصرف تا انا كنصرف دابا مني حطت ديك ال 10000 تحل لي الفوم هي قالت لك كتصرف، ونلقى علم الله تجي دابا لبنى تحط بوجه تلقى داكشي غير حوايج اخرين علم الله فين، ايوا رجعي السيده خوتي الشنطه ديالو البوركي يدير ديك الشفاره والشارجور والتليفون هذاك بالحق هذاك غتاخذو بالقانون هذاك غتاخذو عند الشرطه غتاخذو عند المخزن اخويتي، ما كاين لا طاصر ولا فاصر ولا قاصر اللي دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته اللي دار شي درب يستاهل العقوبه، ولكن انا عارفه والله لا مسكينه لبنى والله لا قلبها ابيض والله الا كانت كتحن فيهم وكانوا كيبقاو فيه على قبل داكشي اللي كيقولوا امنا خايبه امنا كدير امنا فاعله امنا تاركه، رغم هي مسكينه عمروها شارجه وخرجت كتعاير مع امهم حيت عمروها وشارجاوها، الله يحسن العوان اخوتي بنادم راه ضعيف بنادم غا ضعيف، وكا كانت كتحن فيهم وتتبغيهم وهاديك فاطمه هاديك
البقرة الصغيرة كانت كدير ليها الخاطر وتشري ليها وما كتخلي ما تدير. وشوفوا غا الكونجي، شوفوا غا الكونجي كيفاش داز ديال مع مر تباهم. شوفوا الكونجي دابا ديال القيشه، القيشه والله ما بقى لي البقره الكبيره، انا بقى لي غتسلخهم والله ما حاملاهم، حيت راجلها ما خلاش تسافر مع صاحبتها، اما والله ما تعقل على بو زبال والله لا دات شي واحد ولا خلصت على شي واحد شي حاجه، راه غير سمعتو قالت لك طلبوا وترغبوا وما بغاش يخليها. علاش؟ حيت بو زبال عرفتي شتو من كيبقى يبكي ولد عمتها كي تبدا دير وديك التخنزيره وديك ما كرهاش تقول تفو على كنوس والله العظيم اخوتي راهي ما حاملاهم. شوفوا الكونجي ما خلاتهمش طيبوا حتى حاجه، ما خلاتهم طيبوا حتى بيضه في الدار، كتقول لهم غنعيش والله حدا كيف ما هي، كياكلوا في الريستوره وكيتعشاو في الريستوره وكيتغداو في الريستوره والفطور في الريستوره. ايوا وداك الشيء خوتي على حقه وطريقه، والدار كيفاش دايره على حقها وطريقها. ايوا شوفوا بزبال جوج حوتات فلاطه مسرحين وفران ديال الدرب، واختي هذاك الشيء عايشينه طول حياتكم، شنو زعما بدلتوا له؟ دخلنا عليكم بالله لما قولوا لي شنو بدلو، ياك الدرب هما فيه فاش هما عايشين زعما في فيلا ومشاو يعيشوا الاجواء الشعبيه والدرب راكم كابرين فيه فاس والاحياء ديالو والدروبه ديالو داكشي الشعبي والفران، اشنو بدلتوا دابا؟ شنو زعما مشيتوا عشتوا اللحظه زعما نتوما راكم في كلاس دولا كلاس، مشيتوا هبطوا عند الطبقه الكادحه ايوا اخوتي شغنقول لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. الله ياخذ حق هذيك السيده مسكينه اللي في الاول جات بقلب ابيض ونيه صافيه، ماشي جات وبدلات الفيستان، لا نتوما اللي ما رحمتوهاش ونتوما اللي بغيتو تحرتو عليها وتعفطو عليها، نتوما اللي بغيتوها تخليوها نعاله تحت رجليكم، ومني رفضات الله الا قال لك صغيره، والله الا قال لك صغيره قال لك صغيره اخوتي ودي على صغيره يا ودي صغيره صغيره كتهز تلا اخوتي بلا ما نكون خرج للطريق نخسر فمنا غيبدا يخسر من عشره قوما صار منهم، راه حنا كنا مؤدبين دابا مع الدري كذا راه غنبداو نخرجوا نفقدوا السيطره. ايوا تلا اخوتي ودوز بخير، وجيت غنفكر في ذكر المقاطع اللي كيفاش لبنى اللي بنت الحرام اللي بنت الحرام ولفعه وحماره وما عرفت شنو كيفاش كانت باغا تحافظ عليهم ما تخليهمش يتشوهوا، وكيفاش الام كانت باغا تهجر وعاجبها القضيه ديال الراي العام. ايوا اخوتي دابا شوف القضيه ديال الراي العام دابا شنو غادي شنو عطاتها من غير الفضيحه. ايوا اخوتي تهلاو، لا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بجيم، واللي ما مشتركش يشارك هذا الحوار ما عديش معاه عجبكم وهذاك ديروا لنا جيم ما عجبكمش اخوتي على راحتكم. تهلاو ودوزوا بخير.